أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي من الرافدين. أعلنت شركة تسويق النفط سومو أن صادرات النفط العراقية بلغت في شباط 3,314,000 برميل في اليوم بعد أن ارتفعت حصص أوبيك بلس. وقالت شركة سومو إن صادرات الخام العراقية باستثناء التدفقات من كردستان العراق ارتفعت 3.38% في شباط مقارنة بالشهر السابق وسط زيادة حصة أوبيك بلس. وحقق العراق 8.5 مليار في شباط من خلال بيع نفطه بمتوسط سعر 92 دولارا للبرميل. وكانت حصة إنتاج العراق من قبل منظمة أوبيك بلس في شهر شباط 4,325,000 برميل في اليوم، فيما ستبلغ حصة العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج في أوبيك 4,370,000 برميل في اليوم لشهر آذار. قال النائب باسم خشان إن الإيرادات في العراق تتحول إلى جيوب الفاسدين عن طريق مصارف محلية وأجنبية، حيث تعمل تلك المصارف وخصوصا المحلية على التداول بالعملات الأجنبية. وأضاف أن المواطن لا يسعى خلف إيرادات النفط ولا يطالب بوضعها في جيبه الخاص، بل هو بحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية. وتابع خشان أن الشعب لا يمكن أن تنطلي عليه فكرة توزيع جزء من الإيرادات عليه وتجاهل مطالبه بتوفير أهم المتطلبات كالكهرباء والمدارس والماء وغيرها من الخدمات التي لا يمكن تعويضها بتوزيع جزء من الإيرادات. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط عمليتي تلاعب وتزوير وهدر للمال العام في مديريتي التقاعد والبلدية في محافظتي كربلاء والمثنى. وأشارت مصادر صحفية إلى شمول أشخاص متوفين بامتيازات تقاعدية فيما يعرف بمؤسسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة. وفي عملية ثانية تمكن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى من كشف حك وشطب في محضر تخصيص 65 قطعة أرض في مديرية بلدية السماوة، مشيرة إلى ضبط السجل الخاص بمحاضر التخصيص. طالت تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من العقوبات الغربية على موسكو محاولات مصر استيراد القمح عبر المناقصات العالمية الدورية التي تجريها لتعزيز مخزونها من هذه السلعة الحيوية. واضطرت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم للتخلي مرتين خلال أسبوع واحد عن شراء هذه السلعة التي تحتاجها لتوفير الخبز. وألغت مصر الاثنين مناقصة لشراء القمح بعدما سحبت عروضا بأسعار أعلى بشكل حاد في مقارنة ب17 مشاركا في مناقصة أجريت في منتصف شباط قبل اندلاع الغزو الروسي. وكانت القاهرة قد ألغت الخميس الماضي أيضا مناقصة للقمح في أعقاب مشاركة عدد ضئيل من المصدرين. وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على إطلاق ما يصل إلى 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات إلى الأسواق العالمية بعد ارتفاع الأسعار إثر الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وقالت الوكالة إن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة وافقت على إرسال رسالة قوية إلى أسواق النفط مفادها بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات. وجاء القرار في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الثلاثاء، حيث تجاوز سعر الخام الأمريكي 100 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ عام 2014. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الأخبار الاقتصادية، كونوا دائما وأبدا في رعاية الله.